لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار اليوم الأحد 12 من جمادى الأولى لعام 1437 للهجرة، الموافق 21 من فبراير لعام 2016 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أن الخطر الشيعي هو من أشرس المخاطر التي تواجهها الأمة بأسرها الآن وليست مصر حسب. وشدد رئيس النور خلال لقائه كوادر الحزب بمحافظة الفيوم ضرورة وأهمية تواصل قيادات الحزب مع كوادره في كل مكان، والذي يؤدي بدوره إلى الترابط والوحدة الفكرية. طلب الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بحضور وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أمام البرلمان لمناقشة تعديات أفراد الشرطة على المواطنين، مع تشكيل لجنة خاصة من مجلس النواب لمراجعة جميع قوانين الشرطة. يحل النائب محمد صلاح خليفة المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور ضيفا على الإعلامي عمرو خليل في برنامج الساعة السابعة على قناة سي بي سي إكسترا اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساء. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت النار باتجاه مزارعين وسط قطاع غزة وشرقه. أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الأحد في عمان عن اتفاق مؤقت من حيث المبدأ مع روسيا بشأن شروط وقف محتمل للأعمال العسكرية في سوريا. أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تأييدها التام لقرار المملكة العربية السعودية بإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية ووقف مساعداتها بتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبنانية. ذكر بيان لكتلة تحالف القوى العراقية السنية اليوم الأحد أن عملية تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش يجب أن يتحملها أبناء المحافظة بالمشاركة مع قوات الجيش والبشمركة والتحالف الدولي بدون مشاركة لقوات الحشد الشعبي في المعركة نهائياً. ارتفع عدد قتلى الجيش الليبي أمس السبت إلى 4 جنود و15 جريحا جراء الاشتباكات بمحاور القتال المختلفة ببنغازي. أعرب الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر عن استيائه الشديد من محاضرة الحبيب علي الجفري لطلاب جامعة القاهرة وحضهم على الزواج العرفي قائلا: لو كان هذا الكلام العبثي قيل حقا وسط شباب مراهق وأمام أساتذة أجلاء وتكلم به الشيخ صدقا، فواجب إيقاف هذه المهزلة فورا، لأن هذا ليس بعلم ولا فقه، بل هو دعوة لزواج متعة شيعي بثوب جديد اسمه الزواج العرفي. قال المستشار أحمد الأبرق رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية أنه في واقعة مقتل سائق على يد رقيب شرطة بالضرب الأحمر أثبتت اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية صحة الواقعة وتحريات المباحث وتعمد المتهم قتل المجني عليه. رفضت المحكمة العليا الصهيونية دعوى تقدم بها 25 مواطنا مصريا طلبوا فيها بإلزام الحكومة الصهيونية بإعادة الأراضي التي لا يزالون يحملون وثائق ملكيتها في مدينة عسقلان واستولت عليها الدولة العبرية خلال حرب فلسطين عام 1948، كما رفضت المحكمة تعويضهم ماديا بحجة تقادم الدعوى. انهار منصور والد الطفل أحمد المحكوم عليه ب 28 عاما سجن من البكاء على الهواء خلال ظهوره في برنامج العاشرة مساء على فضائية دريم 2 تقديم الإعلامي وائل الإبراشي مساء أمس السبت، وقال والد الطفل إنه لا يمتلك من المال ما يساعده ليوكل محامي للدفاع عن نجله. قرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان بالتحفظ على أموال المواطن أبو زيد عبد الحميد بزعم انتمائه لجماعة الإخوان، ويعتبر هذا الحكم الذي صدر في الدعوى رقم 68671 لسنة 68 قضائيا هو الأول من نوعه الذي يصدر في واقعة تحفظ تحدث بعد إصدار قانوني الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب العام الماضي وشرح طبيعة وحدود عمل لجنة أموال الإخوان في ظل هذين القانونين الجديدين.
وصف الدكتور رشدي زهران رئيس جامعة الإسكندرية النقاب والحجاب واللحية داخل الجامعة بالحرية الشخصية، مؤكدا أنها طالما تدور في فلك الحرية المسؤولة والالتزام بالأعراف الجامعية. وافق مجلس النواب على قبول استقالة المستشار سري صيام من عضوية المجلس بموافقة 301 عضو، وأعلن الدكتور علي عبد العال أن مكانه أصبح شاغرا اعتبارا من اليوم واختار رئيس الجمهورية بذلك. كشف العميد محيي الصرفي المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه تم فتح الباب لتلقي طلبات المواطنين لتركيب عدادات كودية في المناطق العشوائية والمباني المخالفة. أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة اليوم الأحد عن قطع المياه عن مدينة أبو النمرس والقرى التابعة لها ابتداء من 8 من صباح غد الاثنين وحتى 8 من صباح بعد غد الثلاثاء، نظرا لقيام الشركة بأعمال التطهير والعمرة السنوية. تشاهدون اليوم على موقع أنا السلفي استقبال رمضان فضيلة الشيخ أحمد فريد. شرط القدرة في المحتسب 3 من سلسلة فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحاضرة 7 من سلسلة تفسير سورة قاف فضيلة الشيخ ياسر برهامي. كتاب العقيقة والمحاضرة الأولى من سلسلة كتاب الذبائح والصيد من صحيح البخاري الشيخ سعيد السواح. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا من سلسلة تفسير سورة الحجرات الشيخ محمد إبراهيم أبو زيد. وقفات مع قصة نبي الله أيوب عليه السلام من سلسلة قصص الأنبياء الشيخ سعيد محمود. أجمل رحلة في عمري رحلة العمرة الشيخ إيهاب الشريف. حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 2 من سلسلة صور من حياة الصحابة الشيخ رجب أبو بسيسة. تقرؤون اليوم على موقع أنا السلفي أزمة النقاب وقرارات خاطئة في غير وقتها كتبه ياسر برهامي. ومن جديد فتاوى فضيلة الشيخ ياسر برهامي حول قوله تعالى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، حول حديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، حكم من الزوج على زوجته وأولاده بنفقته عليهم، حكم التسبيح بالشمال أو باليدين جميعا. انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.